تعمل ياسين؟ قل له في عنده اجتماع. لساته عندك؟ خليه يدخل. مرحبا سيادة اللواء. اهلا، خير؟ الحقيقة أنا في عندي كام سؤال ما عم لاقي لهم جواب، إذا بتسمح لي أطرحهم عليك. ما بتسمح لي بحمل حالي وبمشي. تفضل. سيادة اللواء، أنتوا بعد ما حققتوا معنا وسألتوا عنا، في لكم أي تحفظات علينا؟ أو على حياتنا بشكل عام؟ لا، ما في شيء غير قلت لكم إياه. على كل حال، العقيد وسام رح يمر لعندكم على البيت مشان يعتذر عن سوء الفهم اللي صار. يعني البلاغ اللي إجاكم كاذب؟ يعني مو كاذب، لكن الحقيقة اللي بلغنا كان شايف حياتكم من برا برا، يعني ما لو عارفان شو القصة تماما، يعني القشور بس. يعني بفهم من كلامك سيادة اللواء انه انا ورفقاتي اعضاء نافعين بالمجتمع. يعني فيك تقول هيك شيء. طيب، معناته انا فيني افتح بيت وابني مستقبل. انت مالك شايف حالك انك جريء زيادة عن اللزوم يا ابني؟ بعتقد انه من حقي يكون جريء وتكون دافع عن حقي. حقك؟ تسمح لي احكي بدون تحفظات، مع احترامي الشديد لمركزك ولكونك اب، يعني مثل ما بيقولوا، اذا بتعطيني الامان. تفضل. حضرتك ما جاوبتني على السؤال الاولاني. هاي، رح جاوبك. انت فيك تفتح بيت وتبني مستقبلك، بس مو مع بنتي نوال. السبب؟ لانه نوال مستقبلها مو معك. بكفي هيك؟ لا سيادة اللواء، ما بكفي، لازم تشرح لي. انا هيك رايي وانا ابوها. كمان ما بكفي. انا حر، هيك بكفي؟ حريتك سيادة اللواء ما بتعني انك تتحكم بحرية الاخرين. شو هاد؟ انت اعطيتني الامان وقلت لي خذ راحتك. طيب، تفضل. حتى لو كانت بنتك، حريتي انا وبنتك انه نكون لبعض. بظن انه هي اعطتك جوابا نهائي لما اجتمعتوا اخر مره، بس كانت عم تبكي وما انا مقتنعه. كانت عم تنقلي اوامر حضرتك، كانت تتمنى عليك انه تتفهم وضعها لتكون رحيم معها. انا متفهم وضعها وبكون رحيم معها اذا ما جوزتها الك. بكفي هيك؟ رفضك إلي نقمة عليها مو رحمة. خلصت اللي عندك؟ أنت ما بتخلي لي مجال أحكي اللي عندي. يا ابني، دور على مستقبلك مع بنت تانية. أنا عم بتحمل كلامك لأني معتبرك أنه شاب مندفع. أنا ماني مندفع، أنا عم دافع عن حبي لنوال وعن حبها إلي. صدقني سيدي، ما في حدا بالعالم رح يسعد بنتك قدي. الله معك. شكرا لك سيادة اللواء.